نعود إلى الموضوع السوري بشقه السياسي. تحدثنا عن ما حدث في جنيف عبر الهاتف من جنيف دكتور خالد المحاميد، عضو وفد الرياض المفاوض في جنيف. مساء الخير، أهلا بك معنا. بختام جنيف 7، ماذا تقول؟ أقول لا جديد للأسف الشديد. ومع العلم نحن كنا يعني عندما جينا بأمل بسيط أو بإيجابية بأنه هذه المفاوضات الجولة 7 تتمخض عن شيء حقيقي ودخول بعملية تفاوضية حقيقية مباشرة بين وفدي النظام والهيئة العليا، ولكن للأسف الشديد لم نحصل على هذا الأمل البسيط الذي نستطيع أن نبني عليه آمال للشعب السوري من حل القضية السورية. طيب ماذا يحدث في بعد جنيف أو بعيدا عن جنيف، ماذا يحدث دكتور خالد؟ ما رأيكم؟ نتحدث عن هدنة الجنوب السوري لا خروقات فيها، كان معنا مراسلنا من هناك، وفي حديث من قبل ترامب عن هدنة ثانية، وما يقال بأنه هذا اختبار سيكون لنموذج سوريا ما بعد الأسد. طبعا نحن نرحب بأي وقف لإطلاق النار، وهذا وقف يعني يؤدي إلى وقف النزيف والدمار، والامل على يعني انتقال العمليه التفاوضيه الى جديه. ولكن اود ان اقول لك ما نسمعه اليوم عن مبادرات فرنسيه ومبادرات وراء الكواليس وبالدهاليز المتحده، هناك شيء من القفز على مخرجات جنيف 1 او 2 2 5 4 او تسويه دوليه لموضوع السوري، وهذا ما تحدثنا به اليوم مع المبعوث الخاص سيد ستيفان دي مستورة، وما تمثل عن اجتماع ماكرون سيد ماكرون والسيد ترامب في عيد الباستيل عيد الثوره الفرنسيه. ولكن لهذه اللحظه لم تتبلور امور حقيقيه وجديه، ولكن نحن نشاهد هناك تغير في الموقف الدولي تجاه الازمه السوريه، مع الرغم من التطمينات التي بعث فيها السيد ماكرون ب المستشار السياسي لدار الهيئه العليا، واكد انه هو وقوفه مع طموحات الشعب السوري، ولكن الدلائل تشير ان هناك فعلا تغير في الموقف الفرنسي. روسيا عندما تؤكد واشنطن بانها مستعده لنشر مراقبين لضمان عدم وجود اي انتهاكات من قبل قوات الاسد، هل من جديد نفهمه بهذا الاطار ام لا؟ طبعا هناك التواصل مع الجانب الروسي، وقد جلسنا وتحدثنا معه بهذه الاتفاقيه وخاصه اتفاقيه الجنوب، وهناك تاكيد بوجود الشرطه العسكريه الروسيه على نقاط التماس بين جهتين، سواء جيش فضاء الحر او الجيش السوري، وهناك وجود شرطه سنيه روسيه سوف تكون متواجده على نقاط التماس ونقاط تبادل الممرات الإنسانية من أجل إيصال المساعدات. وأنا أعتقد أنه قبل نهاية هذا الشهر سوف نسمع عن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية. هناك مفاوضات وهناك طلب حقيقي من الجبهة الجنوبية بضم الغوطة إلى اتفاقية الجنوب، وهناك بعض الاستجابة الدولية، واعتقد يعني سوف نسمع اخبارا ساره ان شاء الله في بدايه الاسبوع الجاي او يعني قبل نهايه هذا الشهر ان شاء الله. شكرا دكتور خالد المحاميد، عضو وفد الرياض المفاوض في جنيف، كنت معنا من جنيف.